وأنا قلت بعمله في المقدمة أقدمه باعتباره دراسة عن الهتافات في الثورة المصرية، بس الحقيقة أنا لقيته هو ليس دراسة بالضبط، في جزء فيه في توثيق وفيه دراسة وفي كلام عن الخلفية التاريخية والخلفية الاجتماعية والسياسية. طب هل هو جمع لنصوص أنا شايف إنها مهمة واندفع ثمنها غاليا، اندفع ثمن هذه زي ما بيقول البرغوثي: يا شعب اللي دفع ثمن الشوارع دم، احفظ أسامي اللي ماتوا في الشوارع صم. فهي هتافات اندفع ثمنها غالي، فهل هو جمع لنصوص هذه الهتافات؟ لقيته مش كده. طب هل هو أنا ناشط سياسي رغم محاولة النيل من هذا المصطلح، لكن يعني أنا مهتم بالسياسة ومنفعل بالسياسة من سنة 70، ويعني اشتركت في العديد من المظاهرات من منطلق اليسار طبعا وفي انتفاضة يناير، وأصبت في انتفاضة يناير بخرطوش كامل في ساقية، وكنت من الناس اللي بيكتبوا الهتافات واللي بيتشالوا واللي بيهتفهم واللي بيوزعوا منشورات في المظاهرات وهكذا. فهل هو مذكرات شخصية لفترات أنا عشتها؟ فبرضه لقيت هو في الحقيقة الكتاب كل هذه الأشياء مع بعض. يعني أنا في الحقيقة اللي أنا مهتم بأنا أنا يعني أعبر عن اهتمامي وإعجابي وحبي لهذا الشعب العظيم اللي أنا جزء منه، وأصدقائي في نادي الكتاب يعرفوا اهتمامي بالآثار من ناحية، واهتمامي بالتاريخ من ناحية، واهتمامي بالغناء المصري. يعني أنا فعلا يعني بشوف عبقرية حقيقية في هذا الشعب الثري المتنوع اللي خلق الضمير وخلق الدين وخلق الدولة وخلق النظام. يعني الحقيقة هذا الشعب أنا يعني أعبر عن شديد امتناني ليه. وأنا اللي شفته بقى إنه في خلال تطوري السياسي أن هناك جوانب كثيرة في التراث الشعبي في الفولكلور اهتم بيها الباحثين هنا أو هناك. عندنا أقسام للفولكلور وأقسام للأنثروبولوجي وأقسام للمجتمع اهتمت بكثير من الظواهر الاجتماعية، لكن فضل الهتاف هو المجال الوحيد اللي محدش اهتم بيه بشكل متخصص. وإن وردت الهتافات فهي في الدراسات اللي قبل كده تورد باعتبارها يعني انه لما اتخانقوا مع الملك فاروق شتموه وقالوا له يا فاروق كذا، ولما عبد الناصر شتموه وقالوا يا عبد الناصر كذا، لكن ما فيش حد اهتم بالهتاف كهتاف، منشأه تطوره ارتباطه بقضايا معينة. فأنا قلت اهتم بفكرة الهتافات، وساهم في ده اني بنتيني انا ومنى مراتي كانوا بره مصر بيدرسهم، واحده في الصين واحده في فرنسا، فكانوا ما بيتابعوا من الاحداث وميدان التحرير من خلال الانترنت. فالعصابات الالكترونيه بتاعت نظام مبارك كانت شغاله طول الوقت. خلاص احنا ماشيين الحمد لله، حققنا هدفنا، اصل 50 ماتوا، اصل ما خلاص دلوقتي ده ما بقاش حد في ميدان التحرير ده كذا. فكانوا يكلموني بالليل وهم شديد البكاء، يعني يا بابا خلاص الشباب اللي ماتوا دول خلاص، يعني انتوا ماشيين فعلا؟ ما انت مش كنت في الميدان النهارده ماشيين. فكان شكل من اشكال رفع الروح المعنويه ليهم ان انا اسجل الهتافات طول النهار في ميدان التحرير واقول ابعتها لهم، تقوي عزيمتهم من ناحية، وفي نفس الوقت هحتفظ بيها لوقت. فلقيت نفسي بعد 18 يوم ميدان التحرير تجمع عندي حصيلة لا بأس بيها من الهتافات، وأنا دارس للتاريخ المصري، أنا خريج كلية التربية قسم تاريخ، فيعني الفكرة جت من هنا. أنا مصادر في تجميع الهتافات ثلاث مصادر. المصدر الأول مصدر بحثي تماما، أنا أرجع للجرايد أقرأ الجبرتي، أشوف المصريين قالوا إيه، اشرح إيه راح تاخد من تفليسي يا برديسي، أخرج منها يا برديسي، يا رب يا متجلي إيه لكل عثمان. أرجع للجبرتي ابن إياس، أرجع لجرايد الفترة وأسجل الهتافات
إلا إذا كان كمان مكتوبة في بعض المذكرات التاريخية، فده المصدر الأول بحثي. المصدر الثاني من خلال ذكرياتي أنا اللي ساهمهم في الكعكة الحجرية في اعتصام ومظاهرات 72 للمطالبة بالحرب، ثم 77، ثم حركة كفاية، ومتابع اللي بيحصل من السبعينات لغاية ميدان التحرير. اعتمدت فيه على ذاكرتي من ناحية، وعلى مذكرات أصدقائنا زي كمال خليل، زي هشام السلموني، زي أحمد عبد الله رزة الله يرحمه، يعني كل اللي عاصروا الأحداث دي وكتبوا عنها. فده كان المصدر الثاني. المصدر الثالث لكتابة الهتافات مصدر المتابعة والمعايشة اليومية. أنا في البيت وقاعد مستني نشوف الأخبار إيه، فيتقال إن المحكمة هتصدر حكمها النهاردة على مبارك، فأروح مستأذن من مراتي وروح نازل ميدان التحرير، وأنا عارف إنه هيحصل، بدام هيحصل حكم وإحنا شايفين المناظر شكلها، أروح نازل ميدان التحرير، قاعد في زهرة البستان أشرب لي فنجان قهوة، أبص ألاقي الشباب يتجمع في ميدان طلعت حرب، أروح رايح وراهم ومعايا ورقة وقلم، وهم يهتفهم وأنا أسجل، ويهتفوا وأنا أسجل. ومن أن لآخر يجي شاب من الشباب يبص، بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه يا أستاذ؟ فكنت أقول له يعني أنا كاتب، أنا صحفي، أنا بكتب بس اللي بتعملوه، اطمنوا ما فيش مباحث بالشكل ده دلوقتي، كلنا دلوقتي متصورين وشوش وصوت وصورة وكل حاجة، لكن أنا بسجل الهتافات الجميلة. أجي بقى بسرعة، أنا مانيش عايز أضيع، عايز بسرعة أجي الهتافات الجميلة. بس أنا لقيت إنه من المناسب علشان أقول إن الهتاف أصيل وجميل عند الشعب، طبعا حددت الهتاف الأول. الهتاف هو كل شكل من أشكال الصوت العالي اللي يعني بيحمل رسائل متنوعة، قد يكون بعضها الإعلان، تشوفوا فيلم البوسطجي، تشوفوا فيلم الحرام، في وقت من الأوقات ما فيش ميكروفونات، فالراجل يقف كده في الناصية في أي مفرض، يا جماعة في مش عارف هنجمع الدودة من عزبة فلان الفلاني، والنفر بسبعة ساغ، والقبض على 15 يوم، والمقابلة على الحتة الفلانية الساعة كذا الصبح. أو في البوسطجي اتفتحت مدرسة البنات في أسيوط، هيتعلموا فيها أشغال واقتصاد ولغات وحاجات زي كده، واللي عايز يستفسر عند الخواجة مش عارف مين، وهكذا. إعلام بهذا الشكل، كانت إعلانات الصحة بالشكل ده، يعني أنا قلت الإعلام أو الإعلان أو الإخبار عن حاجة معينة. كان التطعيمات زمان يعد حد يقول التطعيم بالهريسيا في الحتة الفلانية الساعة كذا، والخناق في بعض الحالات، يعني الصوت، الصلوات كانت صلوات بالصوت العالي. المحاكم، هقول لكم نماذج من هذه الهتافات الاجتماعية، وإن كنت مش عايز أضيع وقتكم فيها، بدأت بهتاف الاستباحة. كل الناس الحرفيين والمهنيين في مصر يبدأوا صباحهم بهتاف الاستباحة، يعني صباحنا وصباح الملك لله، استعنا عشاء بالله، توكلنا عليك يا كريم، يا عالم بحالي وغني عني وعن سؤالي. هناك الهتافات اللي عبارة عن مشاحنات، خناقات بأصوات عالية مستمرة طول الوقت موجودة، يعني أحيانا تكون حادة وأحيانا تكون بسيطة. طبعا في وميزت ما بين خناقات الستات وخناقات الرجالة، نماذج يعني في الحقيقة بتصل إلى سب انا قلت بس في الستات بالذات الهتافات زي هتافات الرجاله، وان كانت بتتناول الرجاله ربما التهديد والاستحلاف يعني والشتم، وان كانت هتافات الستات بتميل اكثر لاستخدام المأثورات الجنسيه والتهديد بالفضائح الجنسيه في بعض الحالات يعني. وكمان إذا كان هتافات الرجالة يبقى الأدوات المستخدمة فيها العصاية أو الجنزير أو المدى أو كده في الحالات الحديثة، فإن في الحالات متعددة يعني حسب حدة الحالة. ففي الستات بالذات يبقى كان في الغالب السلاح المستخدم الشبشب أو الجزمة أو أشياء بهذا الشكل.
كمان اتكلمت بعد كده عن هتافات مثلا الاعلان عن الكارثه، اي حد بيتعرق بيقول الحقوني الحقوني عالم يهوه بهذا الشكل، الجنازات طول الوقت. انا حضرت جنازات بحري ما فيهاش هتافات، بس مش عارف ليه هتافات في الصعيد، هل هم اقرب لكتاب الموتى وتعديد مآسر الميت فطول الوقت هو الدايم ولا دايم؟ اتفضل. انا قريتها في دراسه عن العديد، كانت في استاذ علم الاجتماع للاسف لا احضر لي اسمه، عبد العليم حفني. ايوه وهو يعتبر العديد هو نوع من وكانه الشعر امتداد الشعر الجاهلي اللي كان بمرض الرداء، يعني زي الخنساء لما راتت اخاها صخر. هو شايف انه العديد وده ورابط هذا الموضوع بوجود القبائل العربيه اللي جت مع عرض العصر استقرت كلها في الصعيد باستثناء قبيله واحده في الدلتا في الشرقيه، عشان كده دايما يعني الشرقيه يعني لها سلوك مختلف عن بقيه المحافظات. وبالتالي هو بيقول ان العديد ده فن وجايب نماذج، يعني جايب نماذج فعلا فيها صور وفيها طبعا في ستات بيستأجروا، يعني مش دايما الست اللي هي صاحبة المصيبة بيكون عندها القدرة أو الحصيلة إنها تعمل عديد، فبيجيبوا ناس معدلة بالظبط. ففي الغالب بيمشي واحد يقول وحدوه، الناس ترد عليها كلها لا إله إلا الله أو الله يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، ويمشوا بهذا الشكل. وخاصة أنه كمان في الصعيد فيه سمة أنه المقابر الواحد بيمشي لها كتير، يجي 2-3 كيلو في بحري، لأنه البلاد كلها في قلب الدلتا وفي قلب الزراعة وكده، ففي الغالب ممكن تكون المقابر في وسط البلد أو بينها يدوبك أمطار عديدة. إنما أنت عشان في الصعيد وخاصة بعض البلاد اللي ما زالت محتفظة بفكرة الفرق ما بين نهر النيل، يعني يعدوا نهر النيل ويمشوا لهم 2-3 كيلو، فربما بيبقى الله يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله شكل من أشكال التسرية عن اللي شايلين الجثمان والمشوار الطويل وخاصة في الحر. العديد زي ما قال الدكتور علاء وهو برضو شكل من أشكال الهتاف. أنا بتكلم كل الحاجات دي كانت بتسأل بصوت عالي يا حد قاعد، هل ساهم في ده فكرة إنه الناس عددها كبير فأنا حريص إن الرسالة توصل، مش هقعد أقول بقى لكل واحد كل واحد ونعدي كده كلهم أو أجي في ودنه كل واحد، فأنا عايز أقول بصوت عالي أو المسافات بعيدة فمضطر أنده من بعيد بهذا الشكل. ففي العديد ولا يعجبك قبري وتزويقه من فوق وسيع وتحت يديقه، ولا يعجبك قبري ولا رخامه من فوق منور وتحت يا ظلامه، الجدعنة في القبر هم رأدين العظم سوس والشناب وأعين. يعني مش عايز أقول حاجات مثيرة وشجية أكتر من كده، أشكال من المواويل بأنواعها، يعني الأحمر والأخضر ومواويل الكانة في الصعيد والمساجلة ما بين شاعرين في القدرة على الارتجال واختيار اللفظ المناسب، ويبقى مرتجلة بشكل كامل وممكن يعلنوا بعد المساجلة في فن الواو إن فلان فاز على فلان. وطبعا المواويل بقى اللي بتحمل في الغالب شكوى الزمان وشكوى الحظ وشكوى الظروف، شيبتني يا زمن وانا ما استحق الشيب وخدت مني الحبايب ولا استحيت العيب. هتافات كنا واحنا في البحر في مصر له هتافات، النيل وفى والبحر زاد عوف الله غطى البلاد عوف الله. وانا كنت بنتكلم عن التاريخ مع الشباب قلت لهم كانت صيحة البحر وفى هي الصيحة المركزية في مصر لغاية السد العالي، إذا لم تقل هذه الصيحة البحر وفى يطلع الغفير اللي قاعد في المانيال هنا في قصر المانستيرلي حوالين مقياس النيل، ويقعد كل يوم يتابع المية وهي بتطلع المية وهي بتطلع، عندما يوصل للزراع 16 يروح طالع بأعلى صوت البحر وفى البحر وفى ويأخذها جري لغاية القلعة. صيحة وهتاف البحر وفى معناها أنه سوف تكون لدينا دولة اسمها مصر السنة الجاية، إذا لم تقل هذه الصيحة ابدأ بقى المجاعة والوباء والغلاء الأسعار والاحتراب الطائفي والعسكر البحر خلاص، يعني هيحصل تغير الزراعات يعني من الفيضان بتاع النيل
يعني ما عندهمش لان السد العالي نظم الفيضان. انما قبل كده كان من ايام الفراعنه فكره فيضان النيل اللي هي الفكره بينتظرها الشعب المصري من سنه للتانيه. وكان في عند الفراعنه فكره كمان عروسه النيل طبعا لاستقدام هذا الفيضان. كانوا بيضحوا ببنت يرموها في النيل لانه كان عندهم اعتقادات انه النيل لو خد هذه البنت هيوفي زي ما الدكتور كمان بيقول هيوفي وهيلاقي ده شريان الحياه فعلا. ولو ما حصلش فيضان يبقى كل الزراعات هتموت، يبقى هتبقى سنه سيئه جدا. اتنقلت لهتافات المدارس. انا ما شفتش الميكروفون في المدرسه الا يمكن لما بقيت في الثانوي، لكن قبل كده كانوا في الغالب مدرس الالعاب لازم يكون صوته عالي علشان يقول صفا وانتباه واحنا نرد وراه قوميه عربيه على سبيل المثال او حريه او اشتراكيه. في وقت من الاوقات تحيه العلم كانت بتتقال بهتاف مرتفع. طبعا سالت اساتذه المخضرمين هل كان لديكم تحيه للعلم قبل ثورة يوليو؟ فاتقال لي الحقيقة ما كانش فيه، لكن في الغالب كان يعني يذكر اسم الملك اللي موجود، فكنت هتلاقي هتاف مثلا يعيش جلالة الملك، يعيش يعيش يعيش، يحيى فاروق الأول ملك مصر والسودان، نموت نموت ويحيى الملك. فيعني أنا أظن هل دي فكرة إنه ما كانتش الفاشية ما كانتش تمكنت من الناس بحيث يتساب لكل مدارس تعمل الهتاف على مزاجها. طبعا التحية في المدرس أنا أفتكر ولحقت برضو أنا صغير والراجل يدخل قيام تعظيم سلام ونعمل إيدينا تعظيم سلام وبعدين إرسال ننزل إيدينا وبعدين جلوس. كان يعني دي تحية المدرس بهذا الشكل يعني. طبعا هو يقول تعظيم سلام، هو داخل قيام نروح واقفين تعظيم سلام نروح عاملين كده ارسال نروح منزلين ايدين جلوس روح جلوس. يعني هل دي كمان اولا شوفوا جميله، يعني هو بيقول لك اقف وتعظيم سلام ورغم انه مسلم وبرضه عارف انه التحيه لله والتحيه لله، لكن هو شايف انه احنا مش بنطعن في ذات الله لما يقول قيام وتعظيم سلام ويجي واحد سلفي قاعد في لجنه الدستور وعشان هيحيوا العالم ما يقفش. مش معقول وكنا وصلنا لايه؟ ف يعني رغم فكره السلطويه في الموضوع انما انا حبه جدا من المنطلق ده. وده كمان في نفس الوقت يا شباب هو بيبقى حيله تربويه انه يخلعك من الحصه اللي كنت فيها ولا كنت بتتخانق ولا كنت بتستظرف مع المدرس ويدخلك في المود بتاعه زي المايسترو كده يعمل كده خلاص كله يسيب همومه ويسيب اللي بيتكلم معاه انا قدامكم الشغل معايا انا وهكذا يعني. لغه برضه ان هو بيقول لك ارسال يعني ان ترسل يدك التي رفعتها. تمام اتكلمت عن الأذان وعن الجرس اللي بيقوم بدور الأذان، الجرس في المسيحية يقوم بدور الأذان. اتكلمت عن بعض العظات الدينية التي كانت تقال بصوت عالي كتبتها بالإبطي وترجمتها بالعربية، وبعدين اتكلمت عن التراث هتافات التراث الديني. انا اتولدت في الباجور منوفية وهي بين القرية والمدينة، يعني حالة التراث الديني والهتاف في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، والطرق الصوفية بتعدي الألوان المبهجة والجميلة واللي بتعبر عن كل طريقة، والأناشيد والأذكار بتاعتها اللي خاصة بيها والخاصة بالشيخ بتاعها إذا كان الرفاعي ولا الدسوقي ولا الإناوي، والبردة البصيري اللي بتنشد طول الوقت باستمرار مع هذه الفرق اللي ماشية. احنا كنا زمان لعب الاطفال طول الوقت كان يعني سرجي مرجي انت حكيم ولا تمرجي انا حكيم الصحيه، المسكينه ادي له لقمه والعيانه ادي له حقنه، ولا في رمضان زي رمضان ده يا فاطر رمضان يا خسران دينك كلبتنا السوداء تقطع مصارينك، يا صايم رمضان يا عابد ربك كلبتنا البيضة تبوسك من خدك. يعني طول الوقت كده الخدمات دايما من المياه والكهرباء والانابيب كله البياعين طبعا طول الوقت البياعين وبشكل طبعا الميكروباصات وواحد جيزه واثنين طلبيه وواحد الهرم.
أو الحاوي والليل يا ميمون، أو على بطنها تنور، على جسمها تنور، على صدرها تنور، ويوغل الراجل في الإشارة إلى الحاجات اللي ترضي المراهقين وهو بيتكلم عن اللمبة اللي تحطها فين تنور. اتكلمت عن المحاكم، طبعا لاحظوا أنا بتكلم عن الوقت اللي ما فيش فيه ميكروفونات وكده، ولازم الحاج بيقول محكمة والقاضي ينطق الحكم بطريق مسموع، لازم يسمعه القاعة كلها، لأنه ده جزء من مبدأ علنية العدالة، لازم كل اللي في القاعة يسمع. وطبعا رحت جايب مقطع من اللي قاله القاضي رفعت في قضية مبارك: انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم وتتخلت قوات الشر للانقضاض على المتظاهرين السلميين، الذي أدى يوم 28 يناير 11 إلى سقوط العشرات من المتظاهرين السلميين قتلى، وهكذا. هتافات السجن، وخاصة طبعا سواء الهتافات اللي بيقولوها المساجين كينجي شينجي برينجي، كله أوانطاجي ولومانجي، أو كله بلطاجي ولومانجي وهم بيشتموا الحراس بتاعتهم، أو كان هتاف الإعلان لما كان يحصل حاجة والعنابر عايزة توصلها البعض، فتبدأ: واحد يا ورد، اتنين يا فل، تلاتة يا ياسمين، أربعة يا أجدع ناس معلمين، خمسة يا فندية وزهرة شباب الحركة الوطنية، ستة يا فندية واختلاسات مالية، سبعة يا حشاشة، ولغاية ما يوصل لعشرة نعلنكم يا أصدقائنا أن مثلا الأخت منى محمد عيد هتخرج بعد 10 سنوات سجن قضيتهم جدعانة في جدعانة، وعقبالنا وعقبالكم يا مثلا يعني. فيبقى الإعلان كان بهذا الشكل. في البياعين كانوا بيبدعوا: يا أولى للشربات، يا قشطة، يا جوافة، ولا عنب ولا بلح زيك يا تين، ولا الملاح الملاح يا مربي الملاح. هو عايز يعد ان احنا عندنا معانا حشاشين ومعانا اختلاسات ماليه ومعانا مجرمين ومعانا ظهر شباب الحركه الوطنيه كمان. وهتفت الصبيه واللعب طول العجل، وقع هاتوا السكينه العبيطه اهو، يا راجل يا عجوز مناخيرك، اشد العمه شد تحت العمه قرد، ولا من ده بكره بقرشين. في الغالب احنا يعني في البلد ما كانتش اللحمه سلعه شعبيه، والغالب الاسرياء يجيبوا لحمتهم من العاصمه او من القاهره او من عاصمه الاقليم، انما في الباجور منوفيه ما يمكن الجزار يقفل لو فتح جزار، ففي الغالب اللي ناوي بيذبح ذبيحه بيجيبها ويجرجرها والناس تمشي والعيال يمشوا وراها من ده بكره بقرشين، كشكل من اشكال الاعلان عن الذبيحه اللي هتنذبح. وانا مشيت في الحاجات دي يعني، بس طبعا انا ما كنتش لحقت اللحمه لما كانت بقرشين يعني، مؤاخذه، انا طبعا استقصيت الموضوع فطلع بقرشين. ده يبقى قبل الحرب العالميه الاولى، اذا قلنا الرطل هيبقى بقرشين يبقى في حدود الحرب العالميه الاولى، لما جت ثوره يوليو كانت بقت ب 25 قرش الكيلو، وكانت الوقه خلاص اختفت والرطل، اما انا جيت كانت بحوالي 35 قرش، انما فضل الهتاف كشكل من فلكلور ومجرد الاعلان عن الموضوع، ان الراجل يمشي يقول من ده بكره بقرشين كشكل من اشكال التعبير. جيت على مشجعي الكوره: يا ابيض يا ابو خطين، جبت الفن منين؟ يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. او تروح بقى الاهلي عمهم وحابس دمهم، ولا اما يحبوا ينرفزوا كابتن الفريق المنافس: يا فلان روح امك اصطلحت، حاجات بهذا الشكل يعني. او اذا حس كم شكله منحاز الصحافه فين، ويقولوا الكلمه الفظيعه. اتنقلت على الانتخابات، بس طبعا اعتبرت الانتخابات جزء من الفولكلور، لانه في الغالب انتخابات الريف ما كانتش انتخابات الموقف السياسي والحزب السياسي والايديولوجيه السياسيه، على الاقل في الوقت اللي انا لحقتها، فما كانتش تزيد عن اكتر من حط الكفه على الميزان، احمد بيه هو الكسبان، ما تقوليش احمد بيه وغيره ما فيش، وهكذا. كانت طبعا وكانت تمشي في مظاهرات وتتقال في السرادقات في نفس الوقت اللي الاخ الثاني يكون مجهز فرقه البلطجيه بتوعه عشان يحدفوا شويه قنابل تراب على السرادق، ويروحوا ملاعبين لعبه في ماتور الكهرباء اللي شغال، لانه كان مكن كهرباء. واشرت الى المرشح الابدي
والأزلي للبرلمان اللي أنا لحقته وأنا صغير للبرلمان المصري، وللأسف مات قبل الثورة بكام يوم. المهم، وبعدين ذكرت بقى في الاخر هتافات شكاوى الفلاح الفصيح لما يبقى بينه وبين الملك مسافه فيقف من بعيد ايها عشان يقول له ايها الحاكم على من فنى ومن لم يفنى، اذا ذهبت الى بحر العدل فان الهواء لن يمزق قلعك ولن يتباطأ قاربك ولن تكسر لك مرسى ولن يحملك التيار بعيدا ولن ترى وجها مرتاعا، ذلك لأنك أب لليتيم وزوج للأرملة وأخ للمنبوذ وراع لمن لا أم له، دعني أرفع اسمك في هذه الأرض فوق كل قانون عادل. وأشرت بعد كده لهتافات المسيحية وهتاف الصامتين، وعايز أرجع بقى بسرعة لشغلنا احنا بقى في السياسة. الكتاب الجزء الاجتماعي لطيف وعجبني في الحقيقة، لكن أنا هرجع بقى للهتاف وأهميته. وليه ما اهتمناش بجمع الهتاف؟ زي ما قال الدكتور علاء كده، يعني هو ظهرت أو ثمرت العمل السياسي كله، ثمرت العمل السياسي. أنا استغربت إزاي هو فعلا ثمرت العمل السياسي. بمعنى إيه؟ اللي في حضراتكم له علاقة بالتنظيم السياسي عارف أشكال النشاط السياسي عديدة ومتنوعة. أنا لي علاقة بالعمل السياسي وفي تنظيمات سرية من السبعينات. أنا عارف إن جزء من شغلنا إننا نجند الأعضاء الجداد ونقريهم ونقرأ معاهم ونعمل تحليلات سياسية ونكتب مجلات ومنشورات ونعمل تنظيم كويس ونعمل دعاية لشغلنا ونعمل مجلات حائط وناخد الناس في الشارع، ويبقى كل ده بهدف إننا نقدر نهتف هتاف تقوم الناس ترددوا ورانا نقوم نبدأ نتحرك. يعني احنا كل اللي احنا بنعمله ده علشان نوصل للحظة اننا نقول هتاف والناس تقتنع بيه وتمشي معانا. فازاي يكون ثمرت كل هذا العمل السياسي مفيش حد يهتم بيها؟ ده كمان مبرر من المبررات اللي خلتني اهتميت بيها. هل الساسة العظماء بتوعنا، احنا عندنا ساسة طول عمرهم، عندنا ساسة موجودين وكتير ومالين الدنيا، والكتابات عن المذكرات السياسية كتير، هتلاقوا عشرات الكتب عن فلان الفلاني ودوره السياسي، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول، مصطفى النحاس، هتلاقوا اليساريين عاملين عن شهد عطية الشافعي، هتلاقوا كلام عن التحاليل السياسية، الصراع السياسي ما بين القوى السياسية. لكن رغم كل ده مفيش حد اهتم بالهتاف. على أي حال قلت كمان ليه هبدأ بالعصر العثماني. العصر العثماني هو اللي بدأ يبقى فيه حاجة اسمه شعب. الدولة العثمانية دولة كوزموبوليتانية، خلت تتملي الشوارع من ناس جايين من الشام وجايين من إفريقيا والمغرب وكده، وبدأ يبقى فيه ناس واقفين في الشارع ما عندهاش لا شغلة ولا مشغلة، فبدأ يتكون شعب بالشكل ده. على أي حال بعد كده رحت أتكلم عن المظاهرات وطبيعة المظاهرات، ولقيت انه في مظاهرات عشوائيه، انه زي ما عارفين حضراتكم كده عربيه خبطت عيل، الناس طلعت غضبانه، اتجمعوا شافوا السواق مستهتر، ولو عربيه حكوميه او بتاع يبدا الناس تتلم وتبدا تغضب وتبدا تتحرك. هل هتروح ناحيه الاسم تكسره؟ هل يعني دي مظاهرات عشوائيه. في مظاهرات منظمه، احنا كنا بننظم مظاهرات واحنا في الجامعه، كنا نتفق مع أصدقائنا، أنا من كلية تربية، فلان من كلية علوم، فلان من اقتصاد وعلوم سياسية، يبقى هنتجمع ونقول للناس إننا هنتجمع قصاد القاعة الكبرى، طب هنبدأ نتحرك. طول الوقت في مظاهرات عشوائية. نوع من المظاهرات العشوائية إلا والعمال مثلا يتفاجئوا بمنشور بيحرمهم من بدل التغذية، أو بصديقهم فلان اللي المكنة قطع الدراع ومحدش سأل فيه، أو رافدي حد من غير مبرر والمنشور اتعلق الناس، وبالذات لما تبقى ورديه خارجه ورديه داخله، ويتجمعوا الناس وتتحرك مظاهره عشوائيه بهذا الشكل. لكن كمان الثوره العربيه كان فيها النوعين من المظاهرات، في المظاهره العشوائيه اللي حصل لما اتقبض على احمد عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي، وطلع محمد عبيد افرج عنهم
وهنا راحوا متحركين كلهم ناحية قصر عابدين. المظاهرة الثانية اترتبت بقى، ومن قبلها بأسبوعين اتقال من كتيبة فلان هتبقى قدام وكتيبة فلان بعديه، وبعدين مين هيقف هنا ومين هيقف هنا، وتبقى منظمة بهذا الشكل. فالمظاهرات أنواع. اتكلمت عن يعني منطلق المظاهرة وهدفها. الهدف المظاهرة أحيانا يتحدد تبعا للظروف، وربما يعني إذا كان في شركة بيبقى رايحين إدارة الشركة، شفنا إذا كان مطالب ذات طبيعة تشريعية بيبقى حوالي يروح المجلس الشعب، وشفنا المظاهرات اللي كانت بتوصل لمجلس الشعب باستمرار اللي وصلت إلى اعتصام العمال لما اضطروا يقلعوا هدومهم ويخبطوا بالحلل الفاضية، كل ده أشرت ليه. أحيانا تبقى المظاهرة إلى بيت سعد زغلول شكل من أشكال المؤازرة، وكثيرا ما كانت المظاهرات إلى قصر عابدين من أيام الثورة العربية. أنا لحقت المظاهرات المنظمة اللي يعني بنرتب فيها مسؤول للدعاية ومسؤول للهتاف ومسؤول للأمن ومسؤول للتمويل والإعاشة والتغذية إذا لزم الأمر، ومسؤول للأدوات اللي احنا بنرفعها وهكذا. أشرت بقى كمان للمظاهرات والفيسبوك. الفيسبوك لعب دور محوري طبعا، رغم رفضي انه يتقال ثورة الفيسبوك، ده كلام فارغ من وجه، ما فيش ثورة يعملها الفيسبوك، لانه في الوقت اللي كانوا بالشباب الثوري بيستفيد من الفيسبوك كانوا كمان امن الدولة عنده الفيسبوك بتاعه وعنده الناس بتوعه وعنده يعني طول الوقت عمالين يبعتوا رسائل وبيقولوا كل حاجة. فمش الفيسبوك اللي هو يعني ما أرفض تماما فكرة ثورة الفيسبوك، هي ثورة الشعب، الشباب في المقدمة والناس الشيوخ اللي زيي وراهم يعني. ومع هذا الفيسبوك لعب دور كبير. ليه بقى؟ يعني أنا بفتكر مظاهرات السبعينات اللي أنا كنت فيها، كنا لما نجمع مثلا 7 8 كده، أولا يبقى مرهق صعب قوي نروح عند مين؟ ما احنا لو قعدنا في جنينة هنتعرف، ما ينفعش في الجامعة، احنا خايفين من الحرس اللي في الجامعة. فنضطر نشوف يعني حد زي صلاح حامد صديقي كده، ابوه راجل طيب، ويمكن مثلا لحظه انه عامل له اوضة فوق السطح وما بياخدش باله من اي هوية، بتبقى دي الظروف اللي تسمح بان 7 8 يروح، وخايفين، ولو عنده تليفون كمان ممكن نبقى متراقبين، فصعب. لكن لا يعني يوم ما نبقى 7 8 نحمد ربنا ان احنا نقدر 7 8 نجتمع عشان نقعد نتكلم، وهنطلع فين ونعمل ايه ونجيب مين ونشترك مع مين. الفيسبوك لا، الوضع بقى مختلف. الفيسبوك بقى مش 7 8 بيتكلموا، ده بقى 70 80 و7000 و8000 و70000 و80000، ووصل في بعض الحالات الى 400000 على صفحة كلنا خالد سعيد، بيتناقشوا وبيتكلموا وبيقترحوا الشعارات وبيتفقوا عليها وبيكتبوها. كنا ما احنا نقعد 7 8 مين بقى فينا اللي خطه حلو، مين اللي بيقدر يكتب شعار، مين اللي هيقدر بقى جريء وان يرفعه يهتف، انما لا، في الفيسبوك انت بتتكلم مع 400000 بني آدم، فيهم الخطاط والرسام واللي بيكتب واللي بيقرأ والجريء واللي عنده ثقافة واللي عنده خلفية شكلها إيه، فضلا عن ده كمان إن الفيسبوك أضاف يعني إحنا كنا بالكتير لو بقى عندنا 3 4 ألوان ملونة، ويمكن علبة ألوان كمان عشان نرسم كاريكاتير لأنور السادات وجيهان ولا عدا، يبقى كتر خير الدنيا. إنما طبعا الكمبيوتر عالم من الرسوم المتحركة والحركة واستخدام اللون واستخدام الخط واستخدام الموسيقى والفوتوشوب وكل حاجة، وفجأة الواحد يتفاجئ بأن الأرض مليانة شباب واللوحات مرفوعة واللوحات جميلة وملونة ورائعة، وفيها اسم اللي عايزين نضربه بالجزمة مثلا، وفيها اسم اللي احنا شايفينهم نماذج وشايلينهم زي خالد سعيد وغيره. كل ده الفيسبوك عمله. اهتميت كمان يا شباب بهرم التظاهر. هرم طبعا ميزت بين الاضراب والاعتصام، لكن انا اهتميت فض المظاهرات كمان موضوع مهم. كلمت عن كيف تفض المظاهرات، واللي بتبدأ في الغالب بأن الأمن يستدعي بعض أصدقائنا أو بعض رفاقنا اللي على علاقة بيهم، ويعني يتكلموا معاهم كده أنه كسروا مقاديفهم أحسن، ويعني إذا مشيت الأمور كده يبقى كويس، ما فيش داعي وبتاع وحاجات زي كده، وقولوا لهم إحنا داخلين على امتحانات كده.
أو ربما يوصل الأمر للتهديد، إذا يعني هنفصلكم وأيدكم سودة، هنرفدكم، حاجات زي كده. وشفت كمان في فضل طبعا في طبعا حاجة مهمة كمان، وأنا بتكلم عن المظاهرات، المظاهرات أخطر فعل سياسي. قالوا هم سهل أو ما هم زي ما أنتم شايفين دلوقتي، هو ما طلعوش قانون لمنع ندوة زي دي، ولا هيطلعوا قانون لمنع واحد يساري يقول أنا يساري وأنا ماركسي وأنا شيوعي وأنا ملحد، يعني مش هيقدروا يطلعوا ده، إنما يطلعوا قانون لمنع التظاهر. لأن المظاهرات يعني أولا شيء واضح مكشوف، شيء بيغري الناس تشترك فيها، شيء محدش مستحيل حد يقدر يتنبأ بنهايتها. إذا بدأنا احنا هنا المجموعة الذي خرجت وهدفت، محدش يقدر يتنبأ هننتهي بإننا نضرب على الباب، ولا هننتهي بإننا نحول ل5000 و10000، ولا هننتهي بنا في ميدان التحرير، ولا هنقدر نوصل لكذا، ولا هتضطر الدولة انها تفضح نفسها بانها تضرب شويه فينا وتقتل حد فينا، وبرضه هيبقى الموضوع سيم وجيم ودولي ومش دولي وحاجات زي كده. يعني المظاهرات شديده الخطوره بهذا الشكل. اتكلمت عن الضابط، كنا نشوف ضابط شديد الدماسه والادب، يعني لابس في منتهى الشياكه وعايز يفض المظاهره بتاعتنا، واحنا متحركين وطالعين وهو واقف، يعني انا من دور لا مش اولاده واخوه الصغير، وهو مهذب جدا وحاطط برفام وشكله جميل ونضاره سودا بماركه كويسه، وهو يقف يقول لحضرتك يا فندم بس حضرتك اسمعني، ما هو احنا زيكم بالظبط، احنا هو انتوا فاكرين يعني انكم انتوا اللي بتعانوا من الغلاء والاسعار، واحنا كمان ضد الكلام ده، بس يعني خلينا الموضوع. ويقعد بالشكل ده وحضرتك وسيادتك ومع بنت صغيره كده في منتهى الانسانيه والجمال، وحضرتك بس والله العظيم انا اول ما شفتك كده انا قلت ان انت سندريلا رايحه فين وبتاع، طب لعلمك بقى انا بنتي برضه بقت كده والمصروف والمعرفش ايه وحاجات زي كده وبتاع. ولما يبان ان احنا لا ماشيين وشغالين على ابوكوا كلاب يا ولد، ويروح عاوز يتفاجئ بوش تاني ويبدا يقول ادي الجزمه دول بتاع، وسب الدين واشتمه بالام والاب. لا يمكن حد اتكلمت عن هذا النموذج يا شباب. اتكلمت عن هرم، انا عايز اجي بسرعه للسياسه، اتكلمت عن هرم المتظاهرين والمحتجين، حتى انا عايز اتكلم فيها فعلا بسرعه. لا المتظاهرين احنا شعب ساري وعميق وجميل ومتعدد ومتنوع. الا الانتليجنسيا المصريه في بدايه العصور الحديثه كانت هي شيوخ الازهر وطلابه، هي دي الانتليجنسيا، دول الناس اللي لهم علاقه بالكتب والقرايه، ودول في الغالب كلهم الطبقه الوسطى اللي لها مصالح مع الطبقه العاليه ولها علاقات مع الطبقات الحرفيه والعمال والفلاحين، فدول كانوا هم تعبير عن الشعب. وبالتالي هو ده هرم المتظاهرين كان بدايته هؤلاء شيوخ الازهر وطلابه. ولان الازهر كان هو معهد التعليم الاساسي المحوري المركزي في مصر في العصور الوسطى، فيبدا الاحتجاج والتظاهر والاعتصام بجامع الازهر، الشيوخ يروحوا جايين مطلعين العيال اللي في الاروقه اللي نايمين وقافلين الازهر ومشمعينه او جايبين بتاع مسمار ويمسمروه ويقفوا، فيجي الناس اللي عايزه تصلي تلاقي ما فيش صلاه الازهر مقفول يقفوا، ويجوا الطلاب اللي درس الضحى ودرس العصر ودرس ما اعرفش ايه يقفوا، وكل صلاه والناس تقف وتقعد تسال فيه ايه، اصله الوالي فلان عمل كذا، اصله الحكم خد فلان، ده سرق ده عمل ده فرض ضريبه شكلها كذا بتاع. يبدا المتظاهرين كده يتجمعوا من طلاب الازهر وشيوخه ويقرروا التحرك الى دار مراد بيك، ابراهيم بيك، الى القلعه وهكذا. مشينا بهذا الشكل الطلاب، وانتم عارفين طبعا حضراتكم انه شيوخ الازهر هم اللي لعبوا الدور الاساسي في مواجهه الحمله الفرنسيه من ناحيه، وفي تعيين محمد علي وليا على مصر يوم 13 مايو سنه 1805 من ناحيه ثانيه. وفضلنا الشيوخ الازهر هم الاساتذه بس كمان، لانه ما كانش فيه افنديه، الافنديه بقى اللابسين القمصان والبناطيل دول اللي تعلموا التعليم الحديث اللي عمله محمد علي، وبعد كده تقاعدوا واولادهم بقى اللي بداوا يلبسهم بهذا الشكل واللي بقوا افنديه زينا كده يعني. لكن انضاف لهرم التظاهر الضباط والجنود، لانه احنا لغايه محمد علي ما كانش في ضباط مصريين، ضباط مماليك وشركس وكده واتراك، والانفار مصريين،
لما جه سعيد بن محمد علي اللي تولى الحكم في الفترة من 1854 ل 1863، هو اللي دخل الضباط، وكان منهم المجموعة الكبيرة بتاعة الثورة العربية: أحمد عرابي، علي فهمي، عبد العال حلمي، محمد عبيد، محمود المهندس، سامي البارودي، وهو سامي البارودي من أصول شركسية على أي حال. لكن هنلاقي أنه في آخر عهد الخديوي إسماعيل، في الاعتراض على ما فرضته وزارة نبار باشا، بدأ ينضمام الجنود والضباط إلى هرم المتظاهرين. لكن جينا بعد كده بقى مع التعليم الحديث، التعليم الحديث يخرج بقى الأفندية، فهنلاقي أنه بعد كده في من التسعينات وأوائل القرن العشرين وفي ظل ثورة 19 انضم إلى الشيوخ والضباط والجنود الأفندية، المدنيين الحدثيين يعني، وأفندي بالمعنى الحديث. وبعدين بعد كده في الثلاثينات والأربعينات ومع الحرب العالمية الأولى والاستعداد للحرب العالمية الثانية وبداية الصناعات المصرية، ومحمد فريد اسم كبير في المجال ده، بدأت تتكون عندنا طبقة عمالية. فهنلاقي أنه في الثلاثينات والأربعينات انضم العمال للطبقات للمجموعات المتظاهرين، وكانت اللجنة اللي بتقود النشاط السياسي في الجامعة سنة 46 اللجنة التنفيذية العليا للطلبة والعمال. أنا حسيب بقى كفاية بعد كده. طبعا لازم قبل ما أنسى، عملت إشارة لهتافات، تمييز ما بين هتافات يناير وهتافات ما قبل يناير. لقيت في مزايا أساسية في هتافات يناير. هتافات ما قبل يناير كانت هتافات سياسيين موجهين، ناس زينا كده، كوادر سياسية متربين في الحزب الشيوعي الفلاني، فمرتبين هتافاتنا وطالعين نهتف هتافاتنا وكده. إنما في يناير لا، الهتافات كانت هتافات الشعب كله. لم يكن نادرا أن تجد ست كده شكلها ما دخلتش مدرسة في حياتها ووقفة تهتف وهتافات رائعة وجميلة. شبان كده لابس فانيلا بحمالات وشبشب فردة وفردة وبيهتف هتافات جميلة. عيلة عندها 6 سنين وسبع سنين واقفة بتهتف، راجل عجوز وشكله صوفي وبتاع بيهتف. فكانت هتافات الشعب كله غير الهتافات اللي كانت قبل كده، هتافات فئات معينة وموجهة وبين عليها انها هتافات مثقفين. هتافات يناير كانت اكثر ادبا وتهذيبا من كل الهتافات اللي قبل كده. انا بنفسي شفت هتافات شديدة الفظاعة طالت السيدة جهان السادات في 77. هتافات يناير لم تذكر فيها السيدة سوزان مبارك إلا على سبيل الإخبار، الإخبار: يا سوزان قولي للبيه كيلو العدس بعشرة جنيه. لم تذكر فيها السيدة سوزان بأي شيء يسوء الأخلاق أو يمس الأخلاق، على غير الهتافات اللي قبل كده. على أي حال، ميزت بين الهتافات هنا وهنا. كمان اتكلمت عن القيمة التاريخية والاقتصادية. الهتافات تعتبر مصدر تاريخي، هتلاقي فيها أسماء للجلاليب: جلبية وطربوش ولبدة ولاسة وعباية. هتلاقي فيها الأسعار زي ما بقول كده: كيلو الرز بعشرة جنيه، جوز الجزمة. احنا لما كنا بنهتف بنقول أنور بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه، وهو كان بثمانين قرش. طبعا دليل على شكل الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية في الوقت ده. من الحاجات ذات الدلالة، أنا في ميدان التحرير طبعا وأنا في 77، طولت عليك ولا طيب؟ لو الواحد ممكن يطمع بقى في كوباية شاي سخنة يبقى لازم. ليه عايز اهداف. سنة 77 لو سمحت. بص يا اسمك ايه؟ اهو خالد بدالينا دهن. خد عايز. طولت انا يا منف ده، بتقولي لي ما تطولش هنا. حاضر، انا عايز شاي من غير سكر خالص. في الابعاد التاريخيه والاقتصاديه للهتافات، هيا خالد، في
يا حسام، سنة 77 وإحنا في مظاهراتنا، أنا كنت صالب في الجامعة أياميها، فكانت من الهدفات اللي أشعلت المظاهرة يا جلاد للصبر. طبعا قلنا صوت الطلبة عمره ما مات من صدق الحد السادات، يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس، بالطول بالعرض حنجيب ممدوح الأرض، يا جيهان قولي للبيه جوز الجزمة بستة جنيه، أنور 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 بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه. فكانت من الهدفات اللي أشعلتنا كلنا لما حد فينا راح هاتف يا جلاد للصبر حدود، مش لاقيين المشة بدود، والعيال كلها هتفت، وحاجة في منتهى الجمال. أنا جيت يوم 29 يناير في ميدان التحرير وكنت بقود مظاهرة كان فيها بقى سليم العوة وأبو العلا ماضي وعصام سلطان، وكان فيها محمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفى وأحمد طه النقر ويحيى حسين ومجموعة جميلة. معرفش الدكتورة علاء كان مشغول فين ساعتها، لكن هم دول لقيتهم قريبين من الصينية وخدناهم، وهو اللي كان بعيدهم وخدتهم ومشيت. فالمهم وقفت بقى والشباب قدامي كتير وعمال اهتف، فهتفت طبعا الهتافات يا مبارك يا مبارك، المحاكمة في انتظارك، مش هنسيبك مش هنسيبك ولا هنسيب العدل حبيبك. ورحت هاتف قلت بقى ده الهتافات اللي هيشعل للدنيا، واللي هو يا جلاد للصبر حدود، مش لاقيين المشة بدود. ولقيت العيال نزل عليهم سهم الله. سخنين، اما كانوا سخنين وكويسين، نزل عليهم سهم الله وسكتوا. يا دوبك ربعهم قال يعني حاجه، الراجل ده من دور ابونا وشعره ابيض وما يصحش نكسفه. فاضطريت يا هدى افسر الموضوع ليه. فلقيت كده انه سنه 77 ما كانتش في حاجه اسمها جامعات اقليميه، فجامعة القاهرة يبقى خمس الناس اللي فيها من القاهرة وال80% أريفجية زي حالاتي، اللي من المنوفية واللي من الشرقية واللي من الأليوبية واللي من الدقهلية، وكل ده جاي ما فيش، اللي بتوع اسكندرية واخدين بتوع البحيرة، والباقيين كل الدلتا هنا وكل شمال الصعيد هنا، الصعيد بقى في أسيوط. فاحنا أريفجية وعانينا كلنا، والطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة من الدودة بمش ده، يعني أولا زلعة المش دي محطوطة فوق السطوح، تتوارث الأسر من جيل إلى جيل، وفي عملية تزويد طبيعي، يحسوا إن البتاعة تاخد تلتها يروحوا رميين فيها شوية أي جبنة قديمة وأي شرش وأي معرفش إيه وتفضل موجودة، والواحد يروح يجي مفيش أكل اطلع هات لك مش هات شوية هات حتة جبنة قديمة وكل، أنت هتعمل لنا منظر ليه؟ فالواحد يجيب الجبنة القديمة ويشوف الدود عمال يتلوى فوق سطحها كده، فكأب بهذا الشكل يعني.